السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم هشام من قناة محبي طيور الحب. اليوم سوف نتكلم عن البيض المسلوق وأهميته في فترة التجهيز. الموضوع بسيط وسهل أيها الإخوان، إن الطيور في البرية في فترة التجهيز تحتاج إلى البروتين وتحصل عليه من خلال تناولها للديدان والحشرات. أما بالنسبة للطيور التي نربيها في الأقفاص والسلكات، فنحن نعتمد على البيض المسلوق كمصدر رئيسي للبروتين والكالسيوم. وطريقة تقديمه هي بوضع ربع بيضة مع القشور كل يومين للإناث، وللذكور مرة واحدة في الأسبوع. أعيد، وضع ربع بيضة مع القشور للإناث كل يومين، والذكور مرة واحدة في الأسبوع نقدم لهم ربع بيضة مع القشور. هذا فيما يخص فترة التجهيز. وأما بالنسبة للأيام العادية فهو يجب تقديمه مرة واحدة في الأسبوع، وحذاري من إكتاره لكي لا تصاب طيورنا بالتشحيم. ومهم جدا عندما تخرج الفراخ من أول يوم لها يجب تقديم البيض المسلوق خصوصا في الأسبوع الأول بشكل يومي، لأنه يمدها بالبروتين والكالسيوم، وهذا يساعدها من أجل النمو السليم. هذا ما كان أيها الإخوان عن البيض المسلوق وأهميته في فترة التجهيز وأهميته للفراخ. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله ومع موضوع آخر.